المشترك اليوم، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا اعتبارا من غد السبت. كما يحث الاتفاق جميع الأطراف على وقف العمليات القتالية وتسهيل دخول عمال الإغاثة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، والتأكيد مجددا على دعم المجلس لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة. أستاذ مصباح، برأيك هل هذا القرار سيعمل على إنهاء الأزمة السورية؟ هو يعني نقلة على إلى الأمام، يعني بالتأكيد ما حدش بيقول إن في خطوة واحدة هتحل صراع ممتد منذ أكثر من 4 سنوات، لكن أنا شايف إنه النهاردة حتى المعارضة السورية يعني اللي هي كانت مشاركة يعني في مباحثات جنيف وكذا أو قبلت إنها تشارك وبعد كده ما عادوش على طاولة واحدة، يعني إيه خففت شوية من شروطها لقبول وقف إطلاق النار في وضوح رؤية فيما يتعلق بماذا يعني كلمة وقف إطلاق النار. الرئيس بوتين قال انه ليس معنى هذا وقف ضرب الجماعات الارهابيه، اللي لن يتم ضربه فقط اذا صدقت نوايا الاطراف، يعني هو الجماعات التي حملت المعارضه التي زي ما بتقول هي اضطرت لحمل السلاح في مواجهه استبداد الاسد وجيشه وما قام به من عمليات. ففي مجموعه كده، انما جبهه النصره التي سندتها يمكن قطر والسعوديه هي جماعه ارهابيه 100% قولا واحدا زي داعش، فيشملها العمليات العسكريه اللي جايه، وواضح ان موس لن يعني يسنيم احد عن ذلك، وما حدش كمان يقدر يقنعهم لان الجماعتين دول مصنفتين من مجلس الامن الدولي انهم جماعات ارهابيه. لكن بقول انه هيبقى في مهله، والاسد قال انه مستعد على الاقل لمده اسبوعين يقبل ذلك، ودعونا ننتظر ونرى مدى التزام الاطراف بالعمليه دي. بس الفت النظر لحاجه، يمكن كنا اتكلمنا الجمعه اللي فاتت على الخطوه السعوديه الخاصه ب وادانات خليجيه بشان لبنان يعني وكذا. انا اخشى ما اخشاه، يعني احنا زي ما قلت احنا ضد ان يبقى في قاعده ايرانيه اسمها حزب الله مهما اتخذت ستار اسمه المقاومه موجوده في لبنان، لكن اخشى ما اخشى انه في تحضير لعمل ما في لبنان قد يجعل لبنان يعني احد اطراف حزمه الحل السوري، انه هيبقى في حكم للاسد وطائفه العلويين تاخد الساحل بما فيه لبنان، ويبقى في داخل سوريا حاجه تانية. اخشى ده تخشيه شخصيه يعني، لكن في مشاهد كده غريبه شويه على الساحه يعني.